الانتهاكات الإيرانية حاضرة على طاولة مجلس حقوق الإنسان، حيث سلط الخبراء والناشطون في المجلس الضوء على الانتهاكات الإيرانية الممنهجة التي يقترفها النظام، وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف كل أطياف المجتمع من سجناء وناشطين وحقوقيين وصحفيين وسياسيين، مما يؤكد أن طهران لا تلتزم بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان. Men, women, students, teachers, truck drivers, sugarcane workers, business owners, pensioners have taken to the streets in protest at the violence and larceny of the fascist clerical regime that has stolen Iran's wealth, oppressed its people, and waged proxy wars across the Middle East. آلاف السجناء في مختلف سجون إيران يواجهون ظروفا إنسانية وصحية سيئة، مثل الضرب من قبل العناصر الأمنية والعنف بين السجناء. هذا ما أكده الخبراء الأمميون في ندوتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. إنها المرة الأولى التي يتم الكلام فيها والحديث فيها عن هذه المجزرة الهائلة الكبيرة التي حصلت لمعارضي النظام الإيراني بالألاف الذين قتلوا في أغسطس 1988. فتطور كبير، ندوة مهمة جدا سيكون لها نتائج كبيرة. لماذا؟ لأن عدد كبير من خبراء الأمم المتحدة كانوا موجودين في هذه الندوة وحصلوا على سائر تفاصيل ما حصل في أغسطس 88. أما التمييز ضد النساء الإيرانيات وعدم المساواة كان حاضرا بقوة في الندوة التي عقدت تزامنا مع أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما أدان المؤتمرون التدخل الإيراني في شؤون الدول وسيادتها، في إشارة منهم للتدخل الإيراني في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول. ملف الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان كان حاضرا بقوة في مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.